استمرارا برضو مع موضوع المناخ والتغيرات المناخية والاهتمام الكبير بهذا الملف، يمكن كنا لسه بنتكلم في تحضر في الأخضر، وكان الدكتور بيكلمنا على ما هو جديد فيما يختص بالإنتاج الحيواني، وكلمنا على مبادرة، ولسه هنتكلم على مبادرة زراعة 100 مليون شجرة. النهاردة معانا بقى مجموعة من الشباب، شباب من قرية الغار في محافظة الشرقية، زرعوا 650 شجرة زيتون، وده بهدف الحفاظ على البيئة، وقرروا ان هم يكملوها لحد ما يوصلوا لغاية 5000 شجرة في قريتهم. الشباب دول من ضمن مبادرة هنجملها لزراعة 100 مليون شجرة اللي احنا كنا بنقول لحضراتكم عليها. جمعوا بعض من خلال جروب على الفيسبوك ودعوا كل الشباب في القرية، من أطباء بقى، مهندسين، إعلاميين، ومعلمين، كل الفئات الحقيقة، علشان يشتركوا معاهم في هذه المبادرة. وإحنا شايفين صور ليها، هم بيقوموا بعملية الزرع. معنا على تليفون الأستاذ حاتم سعيد، مبادرة منسق مبادرة هنجملها بقرية الغار محافظة الشرقية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك فندم، وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين مشاهدي قناة DMC وبرنامج 8 الصبح. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، وخلينا نتكلم على هذه المبادرة. إزاي جمعتوا نفسكم من أهالي القرية وقررتوا أن أنتوا تعملوا هذه المبادرة، وإزاي وصل لكم أصلا موضوع أن احنا بنتحضر للأخضر وأهمية هذه المبادرة في طبعا التغيرات المناخية اللي بنشهدها بشكل كبير؟ تفضل. طيب، خليني أقول في البداية أن احنا فريق نعم لخدمة قرية الغار، مجموعة من شباب قرية الغار، كلهم شباب من أكفاء. سمعنا عن مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة ال 100 مليون شجرة. يقول بقى شباب الأكفاء مش الأكفاء. احنا لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده حالا. اتفضل. تمام يا فندم. ال 100 مليون شجرة برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فطبعا جمعنا نفسنا وجهزنا الأماكن في قرية الغار بداية من الطرق الرئيسية. زرعنا 650 شجرة بالتعاون مع السيد الدكتور ممدوح براف حفظ الشرقية ومجلس المدينه واداره تحسين البيئه. اشتغلنا لمده 4 أيام متواصلين، زرعنا 650 شجره، وان شاء الله ان شاء الله مكملين في زراعه ال 5000 شجره بالقريه. وهدفنا هدفنا ان شاء الله كل بيت قدامه شجرتين، شجره ليمون وشجره زيتون باذن الله، شجرات مثمره. كل الشكر طبعا استاذ حاتم سعيد، منسق مبادره هنجملها بقريه الغار محافظه الشرقيه. عايزين نشوف كل ده في كل محافظات وقرى مصر. كل الشكر ليكم.